الأمور ومتسامحة وصبورة من حيث الجانب الإنساني، أما من حيث العمل ديالها فهي عندها نكران الذات، وأنا شاهدة على مجموعة ديال المواقف اللي وقفتهم سيغتم عن فئات الهشة، والعمل الجمعوي كذلك تعطي بدون مقابل وعطاء متميز. إيه أستاذة جميلة جلال مع فاشير تحت مدينة العرائش مع الزوج ديالها اللي كان هنا مدير إقليمي ديال الشباب والرضا، تبارك الله عليها هي فاعلة جمعية بحكم الاحتكاك ديالها مع زوج الأبناء أبت زبيدة إلا تجيب الحمية ديالها، ياك رشيدة؟ تبارك الله عليكم، شكرا لك، شكرا لك أستاذ جلال، تبارك الله عليكم. إذا